السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، كنرحبوا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نقدموا لكم فيه انصالات رائعة. غادي يكون واحد بلاطو، واحد انصالات اللي غادي يكون مرافقة مع لمرسو أو لترونش ديال الحوت ديال السبادو اللي غادي نشويو إن شاء الله في الشواية. ماشي غادي نشويه في الشواية، غادي ندوزو في ديك لابريسا باش كيجي رائع. السبادو من انواع الحوت اللي هي سهله في الطياب، يعني كتاخذ بضع دقائق باش تطيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نشوفوا اشنو غادي نديروا في هذا السلطه ديالنا العائليه ان شاء الله. مرحبا بكم. عندنا هنا البطاطا، البطاطا قطعناها بحال هكا مرسوات عشوائيا بحال هكا. عندنا الذره كنعرفوا انها كتباع في غرارف، كاين صغار كاين كبار. هنا درت انا هنا تقريبا واحد خمسة او ستة البطاطيات كبار، ودرت هنا ثلاثة الغرارف حتى اربعة الغرارف ديال هاد الذرة. هنا عندنا مطيشة ديال السوريز، مطيشة شادة راسها، تكون شادة راسها مزيان. عندنا هنا البطاطا ايضا، غير هاد البطاطا غادي يديروا لها اللون اللي غادي نلونوها بالباربا، اللي كما كتشوفوا هذه بطاطا غادي نلونوها بالباربا، ملي طيب ان شاء الله غادي تاخذ هذاك اللون ديال الباربا. عندنا شويه ديال الخزو، واحد ثلاثة حتى ربعة الحبات ديال الخزو. عندنا لوبيا قطعناها صغيرة، عندنا طون، وعندنا الروز شوية ديال الروز سلقناه، يعني هاد الروز ديالنا فورناه درنا لي شويه ديال الملحه. عندنا هنا ان شاء الله غادي نصوبوا يعني لا مايونيز، غادي نصوبها بيضه وحده، شويه ديال القزبر مقطع مزيان، واعشاب غادي نخدموه هنا ان شاء الله. العشبه هذه فيها عشبه رائحه زوينه، وعندنا عشبه خليط البهارات للسلطات، جوج الانواع ديال العشبات اللي غادي نخدموه هنا. هنا عندنا لا موطارد، جوج معالق كبار ديال لا موطارد باش نحصل على واحد الكميه كبيره ديال لا مايونيز اللي غادي نخدم ان شاء الله في هذا السلطه ديالي. اول حاجه غادي نديروها اننا غادي نديروا الملحه للخضر ديالنا. ها انتما شويه ديال الملحه ان شاء الله، شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، ما تجيناش الخضر ديالنا مسوسين، وشويه ديال الملحه. وهنا غادي ناخذ شويه ديال الزبده، هي اللي باش غادي وغادي نديروا هذا الشيء ديالنا باش يطيب، يعني يتسلق مزيان. اش غادي تقولوا لي واش السليق خصني نخليهم غير لا، خصنا السليق تكون طايبه ملي نورك عليها كنلقاها طايبه، ما نسلقوهاش بزاف باش ما تجيناش محصده، وما نخليوهاش خضره باش ما تجيناش خضره. هنا ضروري خصنا نحافظوا على هذا المبدا في هذا السلاد. هذا السلاد ما غاديش نديروا فيها الطريقه التقليديه اللي هو اننا نصوبوا طبسيل كبير، بالعكس كاين البيض حتى هو درناه يتسلق، البيض درناه يتسلق. هنا واحد خمسة او ستة ديال البيضات درناهم يتسلق. هنا غادي تكون قاعده اننا غادي نصوبوا دي بلا فرديين، كل واحد والبلاطو ديالو ان شاء الله. غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا داكشي ان شاء الله ملي يوجد كلشي. هنا غادي نديو كلشي باش يتسلق، باش يكون كلشي موجود، وكيبقى لينا نطلعوا لا مايونيز ونخلطوا ونصطفوا داكشي في دي بلاطو ديالنا، راه يجي الديكور زوين باذن الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. بعد ما يعني سلقنا جميع الخضر ديالنا، البطاطا اللوبيا هذه صبغنا بها، هذه البطاطا خديناها قطعناها مرسوات صغار، وان شاء الله الرحمن الرحيم البطاطا البيضاء ها هي، الرز حتى هو ها هو، يعني كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود. ملي سلقناها كندوقها، الا كانت باقا خاصها شويه الملحه كنزيدوها، او كنزيدوها شويه في لا مايونيز، وكتعطينا المذاق متكامل ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول حاجه غادي نديروها نخويو المواد ديالنا باش نخلطهم ان شاء الله الرحمن الرحيم.
نخلوهم بحال هكا باش يجيو يعني مخلطين. نديروا البربا كل حاجه رانا ما غاديش نعزلو، غاديش نعزلو كل شكل بوحدو. هنا غادي نخلطوا الجميع ان شاء الله. باش كتجي واحد الجمال، واحد الطابلو رائع ان شاء الله. الروز ديالنا ما خصوش يكون معجن نهائيا، خصو يجينا حبيبات. نخدمو بيد ديالنا بحال هكا باش كنحسو بالعمل ديالنا. ملي كنخدمو باليد دائما كنحسو بالعمل اللي كنديرو، بالعمل ديالنا اللي كنديرو. هنا غادي نجيبو البطاطا البيضاء، هانتوما شتو. والروعة ديال هاد الشلاطة شنا هي؟ لاصوص اللي باش غادي نصوبها او لا مايونيز باش غادي نخلطوها، هو اللي خصنا يعطينا داك المذاق الرائع اللي بغينا في السلطه ديالنا. شحال من هاد الشيء غادي ننصح اصحاب لي ريستورون او اصحاب لي سناك اللي كيصوبوا لي السلطه، راه نقولها لهم فرانشمو راه 90% ديال لي سناك ما كيعرفوش يصوبوا لي السلطه، راه غير يعني ما فيها لا مذاق لا حتى حاجه، لا حتى حاجه ما فيهاش. هذه راه مهمه، راه السمه ديال السلطه هي المهمه. ملي نصوبوا السلطه قطعنا مطيشه في المثال والخص وهذه وهذه، راه لاصوص او النسمه باش غادي نسموها اللي هي مهمه عندنا باش تعطينا ديك لاصالاد واحد المذاق رائع وتجينا زوينه ان شاء الله. حلو هاد الطون غادي نخدمو، كناخد الزيت ديالو، هاد الزيت ديالو غادي نخدمها ان شاء الله في لا مايونيز باش يكون عندي واحد المذاق رائع رائع ديال هاد لاصالاد. حاب السناكات اللي كيصوبوا دي سالاد كنتمنى منهم يصوبوا في الصباح مع ديك 8 ل 10 يصوبوا لاصالاد ديالهم بحال هاد الشكل بحال هكا في المثال، ويديروا لها المسائل اللي باقيين نديروهم ويغطيوها او يحطوها غير في الثلاجه وقت ما بغاو يسربيو شي كليان كياخذوا منها ان شاء الله. ما تكونش بايته من فضلكم البيات ولا الا شط اللي شط لكم كلوه او فرقوه، ما تعاودوش الغد ليه تعطيوه للكليان. هذه نقولها لكم، راه النظافة والمسائل يكونوا مضبوطين والحاجة ما تباتش وتكون مع البكتيريا ولا تكون مع شي حاجة ونصدقوا في مشاكل ما غاديش يعني تخرجوا منهم بخير إن شاء الله، إلا جاب الله وقع لكم مشاكل صحية. راه ماشي سهلين، راه ماشي سهلين. هذه دروك إلا درت لها المايونيز ديالو درت لها الصوص ديالي نقدر نهار كامل من الصباح حتى العشرة ولا 12 الليل تكون طوب، ما غادي يوقع فيها حتى مشكل. غير حاجة واحدة، غير حاجة واحدة، الخضر ملي تسلقوهم وتصوبوهم يكونوا باردين ما يبقاوش سخونين، لأن ديك السخونية هي غادي تكون بداية لأن تحماض أو تخسر أو شي حاجة. تكون باردة عاد نديروا لها لا مايونيز ديالنا، عاد إن شاء الله نبداو نسربيو منها الكليون ديالنا. ومن الأحسن نديروها في شي حاجة كتسد ونديروها في الثلاجة، ثلاجة عادية ماشي كونجيلاسيون، ماشي الكونجيلاسيون من فضلكم، وغادي تحصلوا إن شاء الله على إن سلاد إن بون سلاد زوينة بدون مشاكل. كونجيلاتور ممنوع، ثلاجة، الخضر ما يكونوش سخان، وحنا غادي نحصلوا على نتائج زوينين بإذن الله. الله كنقصوا الطون ديالنا بحال هكا، ما نخليوش مرصوات كبار باش تجينا للسلطه ديالنا كلها فيها الطون هكا، باش يجي يجيش انتفات بحال هكا.
الكرتون ديالنا بهذه الطريقه ان شاء الله، لان باش ما كانت الصلاه ديالنا مخلطه المواد ديالها مخلطين مزيان غادي تجينا مزيانه ان شاء الله. هيا غادي ناخذ الطون ديالنا اللي هو خراشي في صوار، يعني مقطع صغير، ونخلطوه مع الصلاه ديالنا. تبارك الله، راه كاين الخير والبركه هنا ديال الصلاه، يعني خرجت لينا واحد الكميه كبيره والحمد لله. الصلاه راه كتكال كتكال. انا بعدا عندي الدراري تبارك الله عزيزه عندهم هاد الصلاه اللي غادي قدمنا لكم النهار. هاد النهار شوفوا راه كلها ما جايش معجنة، ما خصناش تجينا معجنة نهائيا. هنا عندي البيض، هنا كنقصوا البيض ديالنا كما درنا الطون. الله غادي نصوبوا لمايونيز ديالنا، هانتوما لا موطارد. ها هو بيضه، يعني في درجه حراره الغرفه، خلينا في درجه حراره الغرفه ما تكونش بارده بزاف باش طلع لينا لا مايونيز ديالنا مزيان ان شاء الله. باش نطلعوا لا مايونيز غادي نقدموا ان شاء الله هذا الزيت ديال الطون، غادي نسموها ان شاء الله بالزعتر، شويه ديال الزعتر، غادي نديروا يعني خليط البهارات ديال السلطات ايضا، غادي نديروا ان شاء الله هذا فيه شويه ديال الزيت الزعتي الزعتره، كيجي رائع ايضا. شويه كنديروا شويه شويه من الحاجه، وعلى بركه الله غادي نطلعوا ان شاء الله هاد على بركه الله. نضيفوا شويه الزيت، غادي نديروا لا مايونيز تكون خفيفه ما تكونش ثقيله، ما تكونش هذيك اللي كنطلعوا هاد الزيت ديال الطون بحال هاد الزيت الطون، فيه الزيت وفيه الماء ماشي غير الزيت بوحدها. ناخذ شويه ديال الحامض، الخل ديال الحامض، شويه غير شويه ماشي بزاف. كيبدا يطلع دروك كيتقال، ها هو تقال، ما بغيناش يكون ثقيل بزاف، ما بغيناش يكون خفيف بزاف. نضيفو مازال،
شوفوها شوفوها كتجي كتجي رائعة. أول نقسم السلطة ديالي لأنها كثيرة، نقسمها على جوج طباسل، إن شاء الله هنا الدور ديال أننا نديرو لا موتار ديالنا لا مايونيز ديالنا على بركة الله بسم الله بيدي. فوالا هانتوما كتشوفو، وهنا غادي نحاول نخلط السلطة ديالي الرائعة وأكثر من رائعة، ماشي غير رائعة نقولو رائعة، أكثر من رائعة والله والله راه كنحلف لكم بالله اللي شانو عظيم إن شاء الله أن هاد السلطة لو تديروها يا أصحاب السناكات بهاد الطريقة وبهاد الشيء والله وردوا عليا، أنا نتمنى منكم صوبها بهاد الطريقة وتردوا عليا إن شاء الله، وغادي تشوفوا الإقبال اللي غادي يكون عليكم بإذن الله. هذا مفتاح ديال الرزق بإذن الله، اللي بغاه ياخده، اللي ما بغاش يبقى يصوب دوك داكشي اللي كتصوبوا الآن. الأغلبية ديالكم كيصوب لصلاد ما فيهم ما يتكال نهائيا. بسم الله يلا كنديروها. شوفوا اصحاب السناك هكا خصكم ديروا، جينا السلطه ديالنا بيان ديكوري وجينا المنظر زوين ان شاء الله. تقدروا ديروا الخص في التبصيل وتقدروا ديروا غير هكا يعني بحال هكا. ها نتوما وركوا على السلطه ديالكم، ما تقرموش شويه والله سبحانه وتعالى غادي يحل لكم بيبان ديال الخير ان شاء الله. هكا غادي ناخذوا التبصيل فاش غنديروها، نديروه في الوسط بحال هكا في الوسط ونقلبوا التبصيل ديالنا. ها هي السلطه ديالنا خرجات بدون مشاكل. شوفوا هنا بصدد اننا ها حنا كنمثلوا لكم الريستورون هنا، ها هو باش نوجدوا هذه السلطه للناس للزبناء ديالنا في المثال. غير تخدموا نقيين وتخدموا زوينين وان شاء الله راه الله كيسهل وكيقاد المسائل كلهم. هنا في هاد لاصاد ديالنا اش خاصنا ماطيشه ما دخلاش في هاد لاصاد، كندخلوها في الاخير على شكل ديكور ان شاء الله، وفي نفس الوقت راه كتكال. ها هي التزيين ديالها زوين وكل شيء ديالها زوين ان شاء الله. كنحاولوا دائما لمسة جميله لاصحاب دائما صحاب، كننصح صحاب دائما يردوا البال لغير بحال هاد الصغير الصبعي الا جاب الله تحط لكم هنا راه غادي يخلي واحد الاثر، وهذاك الاثر ما خصناش يكون عندنا. نمسحوا التبصيل ديالنا بحال هكا، اش ظهر لكم رائع ولا ماشي رائع؟ جربوا هذه الطريقه وجربوا هذه الخدمه غادي تنجحوا باذن الله. غادي عندنا اللحم ديال السبادو يعني اللي في الصباح ما درناش الليله كامله، درناه في الصباح يعني درنا معاه العطريه ديالو اللي يمكن لكم ديرها العطريه ديال الحوت. ها انتم كتشوفوه هنا غادي نديروا ليه القزبور، باقي لينا شويه القزبور ونخلطوا هذا الشيء ديالنا ان شاء الله، وغادي نحلوا هذا الشويه نسخنوها نبداو نطيبوها. غادي نوريكم الطريقه باش تطيبوه، كيجي بنين بني بشرائح ديال السبادو كتجي رائعه. هاد اللحم راه ساهل في الطياب يطيب. ها انتوما شالنا شويه ديالنا، هادي ضروري نركبوها باش الزيت اللي كاينه غادي تطيح لينا، ونخليوها تسخن نخليوها تسخن ان شاء الله. ان شاء الله شرائح ديال السبادو غادي نحاول، راه ساهلين باش يطيبوا ماشي شي حاجه واعره.
شاء الله كنحيدوا الحوت ديالنا. راه قلت لكم هذا الحوت راه ما يحتاج طيب بزاف، المهم خصو غير يطيب ما يجيش خضر بطبيعة الحال. هانتوما كتشوفوا كنضغطوا على الآلة ديالنا مزيان. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو هذه هي السلطه ديالنا، وهذا هو الحوت ديالنا الرائع. هانتوما كتشوفوا كيجي طايب فتي، مخير 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 ولذيذ. يعني دائما الحوت كنعتبره لذيذ ملي كتكون لاصوص باش صوبناه رائعه، يعني كنحصلوا على نتائج زوينين ومذاق زوين. اخواني اخواتي اصحاب لي سناك اللي عندهم سناكات، هذه نصيحه لكم، وهذه النصيحه راه من ذهب. راه النجاح ديالكم كيقتضي منكم تبدلوا المجهودات ديالكم وتتعلموا تصوبوا الاكل لذيذ. راه والله ثم والله كنقسم لكم بالله انني مشيت دقت في عدد ديال لي سناك، الا والله يشوف يعني لا يستحق انك حتى تدخل ليه. علاش؟ بحال هذاك الاكل ماشي ديال الاكل، ما مزيان شاي، المذاق ما كاينش، الاشياء ما كاينش. واش السلطه ملي كتاكل السلطه في واحد السناكه وفي المثال بحال هذا الشيء، وكتاكل هذيك السلطه وما فيها لا مذاق لا قول والو، هذيك السلطه راه كاين الناس كلهم كيعرفوا يقطعوا مطيشه ويقطعوا الخس ويقطعوا سميتو ويحطوها بدون يرشوها بشويه ديال الخل وصافي. مذاق سامبل لا اقل ولا اكثر. نتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق. حنا عطيناكم هذه السلطه، جربوها في هذا الصيف ان شاء الله، في هذا الليتي غادي تنجح معكم وغادي تنجحوا بها باذن الله الرحمن الرحيم. هذا حوت ليسبادو مقطوع مرسوات، كندوزوه تقريبا 10 دقائق ما كايناش، كيجي طايب ورائع ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه اكله لذيذه، يعني حوت مع عين سلطه سامبلمو مع واحد العصير كتجي رائع رائع ان شاء الله. ونتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.